Jazakallah khairan, Sheikh. Sheikh, ماذا يقول الإسلام عن العنصرية؟ وهل يمكن العنصرية تكون وسيلة إلى كفر أو بدعة؟ لماذا السؤال كيف يكون العنصرية بدعة؟ هل يمكن العنصرية تكون الوسيلة إلى بدعة أو كفر؟ يعني وصل إلى هذا الحد العنصرية يعني القومية و طبعا إذا اعتقد إذا رجعنا إذا اعتقد بأن العنصرية أو أن خير من الإسلام أو أفضل من شرع الله عز وجل لا شك أن هذا كفر والعياذ بالله. نعم. هكذا فهمت سؤالك أنا ما أدري لم أفهم جيدا السؤال. يعني يعني عندنا بعض الأشخاص يقع في يعني يتكلم عن الناس يعني ألوان الناس يقول يعني الأسود كذا والأبيض كذا هذه معصية ولكنها لا تبلغ الكفر. نعم هذه معصية ولكن لا يبلغ الإنسان بها الكفر. نعم جزاك الله خير شيخ.